زي كفن تبع الموجة. بداية كلمتنا زوجته قلت لها في قبل ما توفى هذه يعني لا فجر معناتها في مع الأربع ونص كلمتنا زوجته قلت لها قلت لها روح حسين جوابنا الله قلت لها ومات حاجة طبيعية معناتها مات في داره في الفرش نتاعه معناتها في الوتيل في النزل وكلمناها وعزيناها وعزتنا معناتها كلمت رؤيها بريدة معناتها ما رانا الا في العشيه قلت لها قالوا لنا احنا نعملوا في القريه هنا نسمع في النساء قامت تعيط قالوا فهمت لها حفيظه ماتت قال لها محمد رسول الله شو الحكايه يسالنا ما غاديك فهمت لها قالوا جاء شكون ما نعرفش شكون جاء غاديك انسان من كيف يسموه ما بالمرحوم اللي هو ولد الزريعه مشى لولد الزريعه من غاديك مشى يطلع عليها كلموا ابوه هنا قالوا بروش يطلع عليها مشى يطلع عليها لقاها قالت له والله راه وجع معناتها مع بعد صلاه العصر الجماعة اللي معاها قالوا لك انت متخلقه شويه مش لازم حتى تمشي تصلي المغرب والعشاء في الواحد اقعدي في الدار صلي في الدار قعدت معاها مرة حتى للاخر هي دخل عليها ولد الزريعه مع بعد صلاه المغرب بس المغرب والعشاء حاجه كيما هكا قالت له راني عندي ضيقه تاع نفس ما تقتهاش كلمها شو اسمه الكره سوروج بتجي تهزها خلطت هذيك دوم لنا مات حتى موت طبيعيه في الدار اما تظلي فيها نتصور معناتها انا اللي كونها ماتت ما تقدش فرق رجلها ولا حاجه كيما هيك خاطر متعلقين ياسر بعض ما يتحركوا من الغادي كانوا بعض ما نقبلها زعما انا من ما يتحركوا من الغادي كانوا بعض هو يحكي واحد المرحوم قال لها وين انا وين انت قال لها سبحان الله حتى يظل هكا فتك يقول لها يا رب ما اتمنى حد شيء نموت قبلك بساعه وتموتي بعدي بساعه ولا تموتي بعدي قبلي بساعه ولا نموت بعدي بساعه هيك والله هيك هم بالنسبه لجنة الدفن بالنسبه للمرحوم زولي تمشي بعدي لكن المرحوم فما تطول شويه الحكايه ما كلموناش خلاص ما كلمنا حتى حد لا يقول لكم انا اخو اذن عندكم حتى لا ما كلموناش خلاص معناتها كلمتنا هي قالت انا دفنوه في الوقت الفلاني بدفنوه في الدار دفنوه في صلاه الظهر هي التو ما دفنوهاش علاش ما فهمنا شيء طلبوا انا يحبوا اذن من العائله اذن الدفن من العائله لكن علاش ما طلبتنيش في اذن العائله وانا اخوه اللي ما طلبتنيش منه اليوم تواجهني فهمت انا تطلب في علاش خويا انا خويا كي دفنتوه ما سالتونيش توا تجي تسالني على خاطر فهمت انا مرت خويا علاش ما سالتونيش عليه بزوز معناتها نتصور معناتها تم حاجه ماهيش طبيعيه عندي انا وين المرافقين المرافقين شنو قاعدين يعملوا؟ اعطيني مرافقين شنو قاعدين يعملوا؟ انت مرافق تاع معناتها احنا مأمنينك على الحشيش نتاعنا الميامين تونس الكل انت شنو دورك هذيك؟ بالنسبة لي أنا معناتها كأخو شقيق فهمت ولا المرحوم حسين حواس كل صراحة جيتي دوسي من المعاملات تاع شو اسمه المسؤولين بالبعثة غريكة ماهوش معقولة علاش مش الشؤون الدينية هي اللي تعلم أهالي الميت علاش خلي حتى أنا مرت خويا تطمني من غاديكا شنو دورك انت غاديك شنو قاعد تعمل غادي غير فسر لي شنو قاعد يعمل هو غاديك شنو الخدمه نتاعه شنو دوره فسر لي اعطيني تفسير واحد برك هكا ينجمك على اعطيني تفسير ويقول لي شنو الدور تاعي انا غاديك اول حاجه تعملها انت عندك معناتها اللي دوكيمو كل اللي دوني كل شنو تليفوناتنا عند شكون مع شكون يتكلموا تهز التليفون تكلمنا انت الاول تقول لي راهو عندكم كواحد انسان فهمت ولا راهو فلان الفلاني دوام لله ما فيها شيء كيما شو اسمه المراه اللي ماتت هذه حتى حد ما علمنا عن ماتت مراه راكده معاها في الفرق يعقل هذه توتي انا نبعث معاك ما انت تامني على المراه هذه تامني ما فيش حد شيء ترى ما قايم بالنسبه لي انا الواجب نتاعك مش قايم بيه بكل سي ايمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينيه بمدنين كنا سمعنا منذ قليل شقيق المرحوم حسين حواس سي عبد الكريم حواس اللي حكينا بالطبيعه على ظروف في البدايه كيفاش علموا معنا بوفاه بالطبيعه شقيقه وزوج شقيقه ثم كيف حتى على مستوى ظروف الدفن فمعناها كاداره جهوي للشؤون الدينيه كيفاش سمعتوا بالاخبار انتم؟ احنا كما قلنا بدايه نترحموا على الحاجين اللذان توفيا بالبقاع المقدسه وتلقلنا معنا كواجب باش واحنا لقيناك انا باش تعزي معنا العائله ادي واجب التعزيه وهذا واجب علينا لكن مساله الاعلام هي مساله بصراحه كانت شبه مفقوده معناها طريقه اعلام العائله بوفاه الحاج والحاجه من المفروض تكون في إطار رسمي
بإعلام الإدارة الجهوية، والإدارة الجهوية تعلم العائلة، وإذا كان هناك وثيقة معناها مطلوبة في الإطار الرسمي الإجرائي تطلب عن طريق الإدارة الجهوية نعلمهم بمدهم، مش عن طريق الهاتف أو أشخاص اتصلوا هم أصلا حتى الصفة تاعهم. أنا سألت حتى الإخوة اللي اتصلوا مع صفة غير معروفة، معناها ما عندهم صفة، سواء ممثل بعثة سواء رئيس بعثة، شكون اللي اتصل بدونا بالوثائق ومدونا بكذا. وهذا راهو كما قلت احنا ماذا بينا العائلة نواسوهم، وكي تكون الطريقة التواصلية بالطريقة هذه باش نزيدوا في لأنهم كما قلت مش سهل باش تفقد اثنين من العائلة. صحيح هم توفاوا وكرمهم ربي في بقاعة مقدسة، لكن الوفاة راهي ديما يحسها الإنسان، مش مساهل خوك ولا أختك بوك ولا أمك معناها تفقدها في لحظة مشات من بحذاك وما توفاتش بحذاك، توفات بعيدة مهما كان. أنا خلي زوز هذوما تو زوز معناها من عائلة واحدة، معناها لذلك مسألة التواصل مهمة جدا، طريقة التواصل. وزيد هما مشاو في بعثة رسمية معنا ممثلين عن طريق الدولة التونسية، معنا طريقة التواصل الإعلامي يجب أن تكون عن طريق الدولة التونسية، والدولة التونسية وزارة الشؤون الدينية تمثلها على مستوى ولاية مدين لدرجة جهوية للشؤون الدينية، واللي هي مفروض هي اللي تتصل بالعائلة في كل الحالات، إعلام بالوفاة، إعلام بطلب وثائق. ولكن للأسف احنا نأكدوها أن ما تمش الاتصال بينا، واحنا المعطيات شفناها على صفحة التواصل الاجتماعي، وحاولنا نتواصلوا قدر المستطاع مع العائلة، ونتواصلوا مع بعض الإخوة الموجودين والمرافقين الموجودين والمكلفة بالإعلام الأخت نجاة همامي اللي تواصلنا معها، وأكدت لنا أن حاليا الإجراءات تم معناها وباش يتم دفن الحاجة، خاصة أن العائلة تبكت قليلا في طلب الوثيقة اللي ما طلبتش على عندما تم وفاة الحاج ودفنه، تم طلب وثيقة معناها الإذن بالدفن أو باش تطلبوها السلطات هناك ويستغربوا، ولكن حاليا معناها تم تجاوز هذا. واللي أكدته لنا كما قلت الأخت المكلفة بالإعلام أن الإجراءات تمت كلها وباش يتم دفن الحاجة.